محمد جمال صيام، أبو شهيد بإذن الله شريف جمال صيام، مؤسس مركز أهدافي الافتراضي على الإنترنت، وعمل قبل ذلك بشركة رايا وشركة أكت وشركة أورنج العالمية، بناء على تخرجي من كتمان أربعين علوم التكنولوجيا بكلية الهندسة قسم الاتصالات. والله كان احد الناجين من المحرقه استاذ حسين عبد العال، كان اثناء نزوله من صندوق حربة الترقيلات تعرض، يعني اثناء نزوله كان بدا التصفيه والاعدام الجماعي للشهداء المحرقه، فناله يعني جزء من الغاز جاء على جبهته في العمل، لما مسكه بايده لقاه عباره عن ماده فسفوريه ورائحتها غريبه، وكان بناء على كده انا يعني من كلمه الفسفور دي دخلت على النت عملت بحث على الغازات اللي بتتكون من الفسفور، لقيت كذا غاز، قرأت كل غاز منهم غاز الفوسفين وغاز الفوسفين، ويعني النوعية اللي منها سلاح الفوسفين ده أسلحة بيولوجية محرمة دوليا ومحرم استخدامها حتى في الحروب، وهو سلاح بيولوجي سام وقاتل تماما. لما قرأت التأثيرات لقيتها بتتطابق مع الآثار اللي كان عليها شهداء المحرقة، وهي اسوداد الوجه وانتفاخ، وده بسبب لما الشخص بيستنشق الغاز الفوسفين بيؤدي إلى منع دوران الدم بين المخ وبين باقي الجسم، فالدم بيفضل يطلع بيستمر في الطلوع ما بين شفتين، وبالتالي الدماغ بينتفخ ويسود من كثر الدم، واللي بيستنشق الغاز بيحس إن هو جواه نار ما بيقدرش يتنفس، لما الغاز نفسه بيحتك بالجسم بيؤدي الى تصلب الجلد، لان هو من ماده اسيديه، فده بيؤدي الى تصلب الجلد وحروق من الدرجه الثالثه على النصف العلوي من الكسر، ويؤدي ايضا لتعفن رمي كما ذكر في تقرير الطب الشرعي. تعفن رمي ده عباره بيؤدي الى اضرار النصف السفلي من الجسد، وبالتالي ارجل الشهداء كان معظمها مخدر، والرائحه رائحه الغاز ده بتبقى عباره عن سمك ملتن لا مؤاخذه يعني، فدي الريحه فعلا اللي احنا شميناها يوم ما كنا في المشرحه، ريحه اقرب ما يكون الى رائحه السمك الملتن. والله طبعا ازاي يعني البتلة دول كانوا بينفذوا امر جالهم، ف يعني مش هينفع ان هم يحكموا على امر نفذوه، لان هم الامر ده جالهم من القياده العليا بتاعتهم، القياده العليا دي مش هتحكمهم على تنفيذهم للامر، يعني المفروض بالنسبه لهم يعني تكافئهم، فطبعا القضاء والنيابه مواليسين تماما، ودول احد زي ما الاستاذ احمد تفضل وقال دول احد اذرع الظلم، النيابه والقضاء ومحامين القتلة، كل هؤلاء يعني طبعا مش هيجي حكم ضدهم، فأنا رأيي إن هو هيجي لهم براءة للأسف.